بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله مساءكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. من ميدان المرموم التراثي ومن ميدان هذا الميدان الذكي الذي نتواصل وإياكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع هذه الفرحة الخليجية الكبيرة التي تجمعنا كدول مجلس التعاون الخليجي، وهذه المحبة وهذا التجمع الخليجي الذي يجمعنا من أقطاب دول مجلس التعاون لحضور واهتمامنا لأيضا حضور هذا المهرجان التراثي الكبير، مهرجان ختامي المرموم. أهلا ومرحبا بالجميع في دار العز ودار الافتخار. نرحب أيها الإخوة الأفاضل كذلك بهذا الشوط، وهذا الشوط هو الشوط 13 ضمن هذه الأشواط المسائية المميزة التي تجمع أبناء دول الخليج في هذا الميدان. نبدأ ونتعرف مع هذا الشوط، وهذا الشوط بلا شك مخصص للبكار، ونتعرف على المقدمة والصدارة. هنا مشكورة تعود ملكيتها لخالد بن غدير بن حمدان الجحافي، تليها على المركز الثاني، ومن تتقدم هنا الظبي لعيد بن عامر بن راشد المدهوشي، من يتواجد على المركز الثاني المركز الثالث، الوصول على المركز الثالث من الجانب الأيمن. تتقدم هنا شواهين عبد الله بن غصاب بن مصبح راع الطيرة، من يتواجد على المركز الثالث المركز الرابع، الوصول على المركز الرابع من دستور أحمد بن محمد بن حليس العفاري، وعلى المركز الخامس وصلت على المركز الخامس في هذه اللحظات هنا الوثبة خليفة بن علي بن راشد النعيمي. هذه نتيجتنا، بينما ننتقل وإياكم إلى المركز السادس. المركز السادس وصلت هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل القدوم من نبأ، تعود ملكيتها لأحمد بن بخيت بن كراز السبوسي، وعلى المركز السابع تصل وتتسلل على المركز السابع الظبي لمحمد بن غضيب بن عبد الله العدواني والعواني، وعلى المركز السابع أو المركز الثامن، نعم المركز الثامن تتقدم فيه القدوم والوصول هنا على المركز التاسع، وصلت هنا سلهودة لخالد بن سعيد بن مطر بن مصبح الكتبي، وعلى المركز التاسع تصل على المركز التاسع مشاهدين الكرام هنا راهية لمحمد بن خادم بن محمد الشمسي، وعلى المركز العاشر تصل وتتسلل هنا ذخيرة لمحمد بن سعيد بن علي بن سرود. هذه النتيجة. نعود بلا شك إلى مقدمة هذا الشوط وإلى صلب المنافسة. نرجع وإياكم إلى صلب المنافسة. الله، القيادة والريادة هناك مع المركز الأول مع قيادة هذا الشوط المقدمة مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل. لا زالت الأمور وهنا تتغير الأمور مع شواهين عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطير العامري. يا سلام يا أهالي مصانع الجنوب، أهالي مصانع الجنوب هنا يلاحظون ويتابعون هذه الانطلاقة، يتابعون هذه الانطلاقة المميزة. الله، المركز الثاني تتقدم فيه هنا مشكورة لخالد بن غدير بن حمدان الجحافي، وعلى المركز الثالث الوصول على المركز الثالث تصل هنا الوثبة خليفة بن علي بن راشد النعيمي، وعلى المركز الرابع هنا بن سرود من يصل على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس خدوب وتسلل كذلك مشاهدين الكرام من الجزيرة ناجي بن مسفر بن محمد. أرزق الله، وصلت الجزيرة هنا مشاهدين الكرام على المركز الثالث، ولكن نرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. الوثبة المركز الثاني هنا تتقدم فيه القدوم والوصول من الذخيرة هنا الجزيرة على المركز الثالث، المركز الرابع وصلت هنا مشاهدين الكرام من تتسلل على المركز الرابع، وصلت يا سلام غير تصل على المركز الرابع، ولكن نرجع وإياكم نعود إلى الوثبة خلاص السلام
عيناوي السلام عيناوي. نعم مشاهدين الكرام هذا هو هذا هو مشاهدين الكرام هذه الوثبة هذه الوثبة مع هذا الانطلاق المميز. تهانينا والناموس لمالك الوثبة وتهانينا لراعي مطيلة وشكرا شكرا يا راعي مطيلة على هذا التميز. هذه لحظة وصول الوثبة إلى خط النهاية المركز الثاني. وصلت على المركز الثاني مشاهدينا الكرام. وصلت على المركز الثاني مشاهدينا الكرام ذخيرة تعود ملكيتها محمد بن سعيد بن سرويد. المركز الثالث وصلت على المركز الثالث شواهين لعبد الله بن غصاب بن مصبح راعي العامري. أما المركز الرابع فوصلت فيه هنا وتصل على المركز الرابع مشاهدين الكرام غير لحمد بن سعيد بن حمد الزعبي. أما المركز الخامس فوصلت على المركز الخامس مشاهدين الكرام هنا الجزيرة لناجي بن مسفر الرزق العجمي. 6 دقائق مشاهدين الكرام 3 ثواني بالوفاء والتمام. نهني ونتقدم بالتهنية لمالك الوثبة خليفة بن علي بن راشد النعيمي. أما المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام أيها الإخوة الأفاضل نحيل تهانينا وناموس لجميع الفائزين. أيها الإخوة الأفاضل انطلاقة شوطنا 14 تهانينا وناموس لجميع الفائزين. هكذا التواصل يستمر مشاهدينا الأعزاء في شوطنا